بنت عم سافر ببغداد اتم الشغلة مالت الشركات، اجوا بالطريق نزلوا هذول الهدوم السود ما اعرف شنو، كان ابن خاله وياه راسا يعني مثل ما منزلهم، لا سؤال لا جواب على الجنسية، متشابه مشابهين باسمه، حطوه سووا ما سووا بي ساحينه وسمين ضخم هو يمه ساحينه على التبليط لاعبين بخلقته يعني بساعته هناك، ايش عرفتوا؟ سالوه قلوا له ايش بيك؟ شو مسوي؟ قلوا له شنو؟ شنو الستر هذا؟ شنو بروح الوادم؟ ليش هيجي؟ ما كفاهم قتلهم، ما كفاهم عذابهم، يعني لا سؤال لا جواب. قالوا براءة كل شيء ما عنده وخابرونا وخابرني حاجاني، قال يمه هي انتهت ماكو شيء يمه، خابرني بالليل حاجاني يمه فضت ماكو شيء، ان شاء الله انا اليوم اتغدى عندكم، حضرت الغدا حضرت الذبيحة، قالوا 10 دقائق هشام عندك، هشام عندك بالعشر دقائق اثناء العشر دقائق بالشارع صار صريخ على التليفون، يعني 10 دقائق استلم ببطانية اخر انفاسه ببطن القيادة. أريد من رئيس الوزراء ياخذ حق وحق أبوي، ما جوعان. الأطباء بعد سووا شرحوا وكملوا وودوا تقرير بغداد من قبل لجنة 4 دكاترة وراحت لبغداد، النتائج تجي من بغداد. احنا بعد اجراء الحكومة اعتيادي 40 يوم ثانية، بس احنا عندنا اجراء عشاير وحكومة انها موجودة. والله ما بقصد.